نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم. من أصحاب الأعراف الذين يقفون؟ الأعراف هي تلة أو مرتفع من الأرض. من الذي يقف على الأعراف؟ هناك تفسيرات عدة، ولكن من أبدعها أن أصحاب الأعراف هؤلاء هم الأنبياء وهم الرسل، لأنهم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يعرفون كلا بسيماهم. فلأنهم يعرفون كلا بسيماهم، هؤلاء من أصحاب النار، هؤلاء من أصحاب الجنة، هؤلاء في الدرجة العالية، هؤلاء في الدرجة التي بعدها، كل ذلك يعرفه أصحاب الأعراف. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم. فإذا هؤلاء أصحاب معرفة بسيماهم. إذا فأصحاب الأعراف هنا يعني لهم شأن عظيم عند الله. هذا القول من أهل التفسير يدل على تعظيم المعرفة، وأن المعرفة سلطة لها وجاهة ولها مكانة، وهذا هو ما نطق به القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأكد فقال وفوق كل ذي علم عليم، يعني يفتخر بالعلم، وقل ربي زدني علما. ومن هنا فإن أصحاب الأعراف في القول الذي قال إنهم هم الأنبياء يتسق ذلك مع السياق،